أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
مَنَجَسٌ فَلَا
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء.
Allah.